في آخر سنتين تلاتة تقريباً الشعوب العربية كلها سن صغير وسن كبير ابتدى يهتم بالتصوير الفوتوغرافي قوي، وبقى في كثيرين من الشباب الصغير بيبقى مهتم بالتصوير الفوتوغرافي، وابتدى يبقى فيه اتجاه ان هما ممكن في يوم من الايام يحترفوا التصوير الفوتوغرافي، وخصوصا بعد ما بقت الكاميرات سهله جدا ان هي ممكن تستخدم بان هي بقى فيها حاجات اوتوماتيك وفيها حاجات فيها امكانيات كبيره. من ضمن انواع التصوير طبعا التصوير الصحفي، وحضراتكم طبعا ما ينفعش في جريده في العالم او موقع او 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 من غير لما يبقى فيها صوره صحفيه. الصورة الصحفية بتنقسم إلى عدة مجالات بقى. هنتكلم في خلال الفقرة دي عن التصوير الصحفي، وفي نفس الوقت معايا ضيفي معاه عدة صور هو الحقيقة أخد جوائز عنها، وهنتكلم معاه في هذا المجال. الأستاذ محمد مصطفى حسين، نائب رئيس قسم التصوير بمؤسسة الأهرام الصحفية. صباح الخير يا فندم. صباح الخير. نهارك سعيد. نهارك سعيد. أعتقد أنه في فرق ما بين المصور اللي بينزل مثلا يغطي ماتش كورة وما بين المصور اللي بيروح يغطي حروب، أو المصور اللي نزل مثلا في ثورة 25 يناير، أو مصور بيروح يشوف مؤتمرات أو حاجة. في عندكم في مؤسسة الأهرام أقسام مختلفة، محترفين في حاجات مختلفة؟ بالنسبة للتصوير الصحفي، هو كل مصور صحفي لازم يجيد كل أنواع التصوير، سواء رياضة سواء حروب سواء أحداث زي ما بتحصل في زي ما حصلت في 25 يناير، فن، أخبار، حوارات. إنما يجيد أحد الفروع ده، هي دي النقطة اللي بتميزه عن زملائه في نفس القسم. تمام. لأن احنا كقسم التصوير، قسم التصوير هو بيخدم جميع الأقسام الموجودة عندنا في المؤسسة، ما بين رياضة ما بين أدب ما بين كل الأقسام اللي عندنا إحنا بنخدمها، فكل المصور يجيد هذه أنواع التصوير، إنما بيتخصص في حتة معينة وبيجيدها إجادة تامة، زي زملاء عندنا بيجيدوا في مجال التصوير الرياضي، زملاء بيجيدوا في مجال التصوير الفني، في زملاء بيجيدوا الحوارات، في زملاء يجيدوا الحروب، وإن يكون مصور الحروب هو مصور متخصص لوحده، لأن هو بيروح منطقة الحرب يفضل عايش فيها طول فترة الحرب، أو حتى في بعض المصورين بيروحوا بعد فترة الحروب يغطوا الأحداث اللي حصلت بعد بعد الفترة. بس أحداث مثلا حروب معينة بتبقى حاجة المصور فيها ممكن يتعرض لمخاطر كتير. هو بالنسبة للتصوير الصحفي هو كله في الأحداث، أي مصور معرض لمخاطر. نعم. سواء كان في حروب، سواء كان في مظاهرات، سواء كان في ضربات، سواء كان في اعتصامات. لان للاسف احنا عندنا في مجال الشعوب العربيه او في الشعب العربي كله، ان هو ما بيعرفش يميز ما بين المصور الصحفي اللي هو محايد تماما، هو بينقل الخبر كما هو، وبين بعض المصورين اللي بيروح عشان يقرا احداث معينه لغرض معينه. هو قدامه واحد معاه حاجه جهاز كده وخلاص، كاميرا فيديو كده. بقى كاميرا فوتوغرافيا مش مهم معاه. بالظبط كده. وزي ما حصل مع بعض الزملاء في فتره 25 يناير، ان في ناس اتحرشوا بيهم وكسروا لهم كاميرات، ضربوهم لمجرد ان هم شايفين ده مصور سواء في فوتوغرافيا او فيديو، وبينقلش الصوره اللي هم عايزينها. بس هو في مع ان المفروض ان انا نازل اعمل ثوره او اعمل اضراب او أعمل، يعني المفروض ان انا الهدف هو ان انا انقل للعالم كله او للبلد انقل الحدث كما هو، ان انا بعمل ده بالظبط يعني كده. الاعلام هو اللي هينقل لك ده. بالظبط كده. هو شغلنا ان احنا بننقل الحدث كما هو، لا بنحايد دوت ولا بنحايد للطرف الثاني. كويس. احنا بنعمل ده. طب حضرتك مصور بقالك قد ايه تقريبا في هذا المجال؟ انا مصور من سنه 2001، من ايام كنت في الكليه وبتدرب في مؤسسه الاهرام. تمام. الى ان يعني بقالي دلوقتي في المجال حوالي 10 سنين. كويس قوي. هل انت دارس لهذا الموضوع ولا ابتديت تتخصص بعد ما في اكثر عملا في هذا المجال؟ هو انا خريج كليه فنون تطبيقيه قسم فوتوغرافيا وسينما وتلفزيون. كويس قوي. تدربت في السنتين الاخرانيين، هو ثالثه ورابعه، والحمد لله اثبتت كفاءه في مؤسسه الاهرام. ده اللي خلاني بعد كده احب مجال التصوير الصحفي واستمر فيه واتخصص فيه، على الرغم ان في صعوبات كتير ومخاطر كتير. نعم. بس اللي حببني في مجال التصوير الصحفي ان هو مجال متنوع، انت كل يوم بتعمل حاجه شكل، ما انتش ثابت على روتين معين، كل يوم حاجه جديده، كل يوم حاجه. طب ما تيجي نشوف الموضوع ده بالصور اللي انت جايبها لنا النهارده. اتفضل. نشوف صور ايه؟ اول صوره ايه؟
أول صورة هي صورة نعم صورة دي أطفال شوارع، دي كانت خدتها في سنة 2005. دي مجموعة أطفال على كوبري المشال في رمسيس، نعم. بيشربوا السجاير. هو اللي يعني اللي شد انتباهي في الموضوع ان هم كلهم حوالي 6 أطفال، من ضمنهم 5 مركزين على اللي بيشرب اللي بيشرب السيجارة وبيولعها، ان هي سيجارة واحدة معاهم، وهم كل واحد فيهم عايز ياخد فيه ايه نصيبها نصيبه منها. دي يعني حاجة للأسف الشديد طبعا. بالظبط. الصورة دي ايه؟ دي صورة انهيار جبل المقطم على منطقة الدويقة. دي صورة جنرال عامة شايلة يعني جايبة الموضوع كله، ان انهيار الصخرة على المباني اللي تحتيها. مبين قد ايه الناس ضئيلة جدا بالنسبة للصخرة اللي وقعت. انا عايز اسال سؤال، معلش يا استاذ محمد. انت استاذ محمد لم يعني بناء يعني هل هو مكالمه تليفونيه بتبتدي ازاي الحركه بتاعت المصور بتاع الجريده؟ يعني نفسي كنت افهمها بقالي زمان. يعني هل واحد مثلا بيروح مكلم الاهرام، هل هو يعني بيجي ازاي اول بناء، يعني مش عارف اسال حتى السؤال، بناء على ايه بيروح مكلمينك يا محمد الحق بسرعه في الدويقه؟ ايه اللي حصل قبليها؟ احنا كقسم التصوير احنا مهمتنا ان احنا نغطي الاحداث، سواء ننتظر او سواء جات خبر منها من الاقسام المختلفه، سواء رياضه او احداث زي الدوية دي. لا انا بتكلم على حاجه حدث مفاجئ. حدث مفاجئ بيبقى احنا ملمين، احنا طبعا عندنا يعني ملمين بالقنوات الاخباريه، لو بيحصل حدث احنا بنروح نغطيه. لو في اي حد من الجماهير، ودي اللي بدات تحصل في خلال السنتين اللي فاتوا، يتصل بينا يا جماعه ده حصل حادثه في الحته الفلانيه، سواء حادثه كبيره حادثه صغيره، نروح نغطيها. مثلا المجاعات الدويه ديت احنا عرفنا بيها الساعه 8:30 الصبح، وانا كنت يوميها شفت الصبح الساعه 9، كنت واصل قبلها بربع ساعه. طبعا اول واحد موجود، اول واحد وصل اتبلغ ان هو ينزل فورا جري بسرعه، ما فيش كلام، انت بتاخد عدتك معداتك معاك، تنزل تغطي الى ان يحدث ان يحصل ريبليسمنت ليك بزميل تاني عشان ترجع تظبط الشغل بتاعك. يعني من ضمن الحاجات اللي ظهر زي ما انت بتقول انه المواطن نفسه المصري هو اللي ممكن يعني يقول للاعلام بسرعه الحق عشان ممكن خبر تغطي كذا. بالظبط كده. تمام، نشوف صور ايه تاني. يعني الصوره ديت في نعم. الصوره بعديها دي برضك وجهت دي زاويه تانية من اعلى الجبل، بين قد ايه المساكن اللي تحتيها اللي انهارت. دي انت كنت من فوق الصخره بقى. من فوق الصخره ده فوقيها. دي بعض الاهالي اللي هم كانوا جم يشوفوا اهاليهم اللي هم كانوا بيتهم تحت الصخره وقعت عليهم. لما بتكون في موقع زي كده الجمهور اللي هو عمال يصرخ ويعيط و ممكن تتعرض مثلا لاشكاليه معاه؟ هو بالفعل احنا يعني بالفعل كلنا في الموقف دوت كل المصورين اتعرضوا للمشاكل هناك. لان الناس مش مستوعبه ازاي احنا عايزين نغطي الفجاعة بتاعت الموقف. نعم. في صور نقدر الجورنال عندنا يستفيد بيها. بيبقى بيفكر ان هو مثلا قريبه لا قدر الله متوفي او كذا او تحت الصخرة، وانا قاعد مش فاضي انك انت وقت تصوير انت دلوقتي. فعشان كده في معظم الاحداث دي احنا بنستخدم كاميرات عدسات طويلة. نعم. عشان من الطفاق ده ان احنا نحتك معاهم. تمام. عشان برضك مراعاة لشعورهم في الوقت دوت، هو طبعا هو في موقف وانا برضك في موقف ان انا لازم اغطي الحدث. عدسات طويله دي معناها ان انا العدسه اللي هي تبقى المصور يبقى بعيد ويبقى واخد مصور حاجه عن بعد. دي اللي هي عدسات زوم طويله. العدسه التاليه. تمام. دي صوره لاحد الاطفال في سوق الجمال في او برقاش. هو اللي عجبني ان هو كان قاعد يتفرج على خناقه جمل قدامهم. معروف ان خناقات الجمل بتبقى ضاريه، لو اتنين اتخانقوا مع بعض ما بيعرفوش يسيطروا عليهم الا بالضرب الشديد مبرح. دوت قاعد بيتفرج عادي على الخناقه ومفيش اي حاجه. بس هو طيب. تمام، نروح للصوره دي كمان. دي صوره رياضيه. ده كان ماتش مين ده؟ ده كان ماتش انبي والمصري في الدوري اللي قبل اللي فات. دي كان 2 أفارقة محترفين، قد ايه الاحتكاك اللي هم يعني حتى وان كان محترف قد ايه محتك وقد ايه بيجري على الكوره وقد ايه مهتم ان هو ينصر فريقه على الفريق الثاني. حلو قوي حلو قوي. اما احس ان هو فعلا ماتش افريقي يعني لانه كان في الدوري. طيب تمام، اتفضل. دي صوره لحسين زكي في مباراه مصر وتونس في نهائي كاس افريقيا. هنا بقى الجزء الخاص بالكوره او الرياضه بمعنى اصح،
بتبقى ثابت او مركز اكتر على اللحظه، اللحظه اللي انت هتلقط فيها الشخص، يعني بتوقف الزمن قدامك في لحظه وتثبته عشان تحطه على 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 صوره. بالظبط. بس هو هنا احنا بنوقف لحظات مش لحظه واحده. يعني انا هنا بستخدم حاجه اسمها كونتينيوس شوت، اللي هو تصوير متتالي متعدد. تمام. بصور من بدايه ما الهجمه بتبتدي لحد ما تنتهي. حلو قوي. عشان اختار منها لقطه، يعني في احيان يعني اعتقد في الهجمه ديت اللي هي كان فيها حسين زكي، انا خدت فيها بتاع حوالي 30 لقطه واخترت منها لقطه واحده اللي هي دي اللي هي بتاعه الحدث، ان هو ثلاثه من لعيبه تونس بيغطوا عليه وهو في قلب قلبهم وجاب هدف لمصر سعيد. وده اللي بيسميها سرعه الكاميرا، ان هي تلقط كام كادر سريع بسرعه في الثانيه الواحده. تمام. نشوف ايه تاني؟ ديت مشكله المايه الموجوده على طول عندنا في مصر. ده فين ده اساسا؟ دي كانت في قريه البرادعه اللي هي في القليوبيه، كان حصل عندهم مشكله ان المايه كان بيحصل احلال وتجديد لشبكه المايه هناك، ونظرا لمشاكل اداريه ما كملتش المشروع، وبالتالي اصبح ان هم بيملوا من حنفيات بره الخزان اللي هو وراهم دوت، اللي هو الخزان الجديد المعمول عشان خاطر الشبكه الجديده. لدرجه ان هم كسلوا يروحوا يملوا من الحنفيات، فبداوا يعملوا الترمبات المايه اللي هي الحبشيه. نعم. اللي هي في الاخر ادت ان هم يصابوا بمرض التيفود في فتره معينه من سنه 2009. نعم. طيب دي تابع نفس الموضوع، ان الاطفال بقت تروح تمنى من الترومبا في اي مكان. ده سنه كام ده؟ دي سنه 2009، نهايه 2009. يا رب ما نرجعش بخير ان المرحله الجايه تبقى احسن كده والميه توصل كله. انت الصوره دي طب نقلنا. اوكي. دي كانت احدى مناسبه رمضان في رمضان جانا حسين. ايوه. كان السنه اللي قبل فاتت، وكان عجبني ان معظم في الحسين هم سياح مش مصريين، عكس في منطقه باب اللؤلؤ وكلام من ده، انما اللي في الحسين الفوانيس اللي هناك اللي اهتم بيها كلهم السياح. نعم. حتى ده هو ده سايح اعتقد ايرلندي، وهو وطفله اهتموا وبصوا للفانوس، يعني قعدوا يبصوا بتاع حوالي 5 دقائق. نعم. قد ايه الشغل اللي فيه، قد ايه الجماليات اللي فيه. حلو قوي حلو قوي. ده ايه ده، فين ده؟ دي امام مجلس الشورى والشعب. دي مجموعه من العمال اعتقد بتوع غزل ونسيج لاحدى الشركات في العاشر من رمضان. كانوا معتصمين لان حصل عندهم ظلم. ده قريب استاذ محمد ولا ده من لا دي كانت سنه 2009، في نهايه 2009. اوكي تمام. دي انتخابات افريقيا دي ولا ايه؟ دي انتخابات استفتاء انفصال جنوب السودان. تمام. دي اللي حصلت في شهر فبراير 2011. المؤسسه بعتتك؟ لا ده احنا لا، انا كنت منوط بيا ان انا اغطي اللي هنا في مصر. تمام. السودانيين اللي في مصر، وده كان احد المراكز، كان في المعادي. ده اللي انا كنت مسؤول ان انا اغطيه من اول يوم اللي هو بدايه المؤتمر الصحفي للموضوع الى نهايه اعلان النتائج. كويس قوي. فيه كويس قوي. دي كانت احدى السيدات راحت هناك. حلو قوي. ده فين ده؟ دي نبتدي بقى بايه؟ بيوم 5، ده بيوم 28 يناير. 28 يناير. انا كنت من ضمن الناس اللي سهرانه يوم الجمعه بالليل. طبعا بعد الاحداث والفلات الامني اللي حصل، رحت للمركز الرئيسي اللي هو كان ميدان التحرير. نعم. قعدت اصور احداث، ولما رحت عند المتحف المصري لقيت مجموعه الشباب المصري دول كلهم واقفين قدام المتحف المصري، مانعين اي حد يخش او يخرج. طبعا ما كانش في حد بيخرج، مانعين اي حد يخش. كانوا يعني عاملين دروع بشريه على جميع البوابات بتاعه المتحف. من جميع مداخله، حتى من المدخل الثاني من ناحيه الحزب الوطني كان مولع. كويس. يعني ده بيمثل، يعني شايف ان الشباب حتى ده باب بعد. ده باب المتحف المصري. ده باب المتحف المصري، ده الباب الرئيسي. تمام. حلو.